السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي وريد شانيل. اليوم إن شاء الله المقطع مختلف، راح أوريكم مشترياتي من موقع زولي شيك. أول شيء اللي هو حامل الجوال هذا، وأخذته على نصيحة كثير من الناس، سعره جدا جميل. ثاني شيء مفرش السرير اللي هو قدامكم، مرة جميل. حبيت المفارش في زولي شيك، خامتها جدا حلوة، بس ينقصها اللي هو الحشو. يعني أي مفرش خذيته هنا ترى ما في حشو، عشان التنبيه بس. الأصفر طبعا ملك الألوان، أكثر لون أحبه، جدا 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 عجبني، ولما حطيته على السرير عجبني أكثر. فنصيحة جربوا اللي هي مفارش زولي شيك وبتدعوا لي. الشيء اللي بعد كذا مرة ما توقعت بيطلع بهذا الجمال، خذيته غرفة ولدي، مرة حلوة على سعرها، جدا جميلة وأعطت جو في الجدار. أنصحكم لو عندكم أطفال أو معلمات رياض أطفال خذوها. أي أم أو أخت عندها أطفال يحصون عليها أدراجها أو أدراج المطبخ، نصيحة جربوا هذه، سعرها مرة حلو وعددها مرة كتير واللصق حقها مرة جيد. الشيء اللي بعد كذا خذيته المكانس والمساحات عشان يوفر عليها مساحة. بعد كذا زي ما تشوفون هذه هدية جتني من موقع زولي شيك للسيارة، مناسبة قيادة المرأة السعودية للسيارة. شكرا زولي شيك. هذه اللمبات دائما قبل رمضان ادورها دوارة وتكون اسعارها مره نار، حاليا لقيت عليها عرض في زولي شيك كان سعرها جدا جيد فاخذت تنتين. هذه اصلا اكياس شاي او اعشاب، وانا راح استخدمها الحب بالشوربه لانه دائما يتنثر عليا وابغى حل جيد، وهذا الحل جيد جدا باستخدام امي واختي. بعد كذا فتحت الكرتون الثاني وكان هو اللي جايني من مخازن الرياض، وصلني تقريبا في 3 أيام أو يومين، يعني مرة فوقت جيد. أول شيء كان في مخازن الرياض اللي هي هذه الأظافر، صراحة ما جربتها بس عجبني شكلها وقلت باخذ، وأخذت لصاحبتي معايا كمان. الشيء الثاني واللي مرة جميل هذا اللي هو ستيكر ماربل، وغلفت فيه طاولة عندي أعد تدويرها وطلعت جدا 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 جميلة. بعد ما زينت طاولة الماربل لازم أسوي لي كوفي وأروق، والكوفي يبغاله تزيين، فخذوا هذه اللي هي لزينة الكوفي، مرة حلوة، أشكال تجيكم جاهزة، ممكن تزينون فيها الكوفي أو كيك أو أي شيء أنتوا حابينه وزي ما تبغون، حتى السوفلي يطلع معاه جميل. وبكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، يا رب يكون عجبكم. أول مرة أسوي فيديو مشترياتي وإن شاء الله مو آخر مرة. لو عجبكم سووا لايك وسبسكرايب، ولا تنسون كل الروابط راح أحطها لكم تحت في صندوق الوصف، وإلى اللقاء.